بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد بلال، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا في جديد اخبار الرياضة لهذا المساء. تمكن نادي اف سي نواليبو من العودة الى صدارة ترتيب فرق الدوري الوطني لأندية الدرجة الاولى مؤقتا خلال افتتاح الجولة العاشرة، وذلك بعد ان تمكن من الحاق الهزيمة بقريمه التقليدي نادي سنيم كانسادو خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بالملعب البلدي في مدينة نواليبو ضمن ديربي الشمال. النادي البرتغالي انهى اللقاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، ورغم تقدم سنيم كانسادو في النتيجة منذ الدقيقة 39 عن طريق لاعبه عمر كولوبالي وإنهائه الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، فإن النادي البرتغالي استطاع العودة من بعيد وفي الربع الأخير من المباراة بعد أن أفلح مهاجم الفريق عبد الرحمن سي من تعديل النتيجة في الدقيقة 71 قبل أن يضيف زميله مامانياس هدف التقدم الثاني للفريق في الدقيقة 82، ويكمل بعد ذلك إيدي جوب محمد ثلاثية البرتغالي في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع. المباراة عرفت طرد اللاعب سعد بو جيك من نادي سنيم كانسادو خلال الدقيقة 66، الشيء الذي أثر بشكل واضح على أداء النادي المعدني خلال الدربي الشمالي. وفي باقي المباريات تمكن نادي نصر زمزم من الخروج بتعادل إيجابي وبنتيجة هدف لمثله من اللقاء الذي جمعه بملعب شيخة لنادي تججة، فيما أمطر نادي الحرس الوطني مستضيفه نادي اتحاد العصابة برباعية من الأهداف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة العاشرة من الدوري الوطني لعاصمة ولاية العصابة كيفا. وبمدينة الزويرات استطاع أصحاب الأرض والجمهور نادي الكيديا أن يحرزوا أول 3 نقاط لهم منذ انطلاقة البطولة، وذلك بعد إلحاقهم الهزيمة بضيوفهم من نادي الشرطة بنتيجة 2-2. وستستكمل الجولة العاشرة غدا بإجراء لقائين على ملعب الشيخة، حيث يستضيف نادي الوئام فريق تجنين، بما يواجه فريق الجيش الساعي للابتعاد عن منطقة القاع مع فريق تفرق زينة بطل النسخة الماضية من الدوري. وتعرف هذه الجولة استراحة إشبال محمد سالم والهارون الصنيدري من نادي الإكسار. قال المشجع الرياضي الوطني علي جبريل سويل من معروف بالترتورا إن التكريم الذي ناله اليوم من طرف ودادية مفتشي الشباب والرياضة هو تكريم لكل المشجعين الرياضيين الوطنيين ولكل أفراد الأسرة الرياضية الموريتانية، مؤكدا أن التكريم سيكون حافزا له على المزيد من العطاء دعما لترقية والرفع من مستوى ثقافة التشجيع في بلادنا. أشاكر أول شيء بعد قاع هاي المفتشين اللي منحوني في هذا التكريم، ونتقاسم مع الشباب الموريتاني والشعب الموريتاني ككل بهذه التكريمة. يعني هي ما هي تكريمة لي أنا وحدي، قضية وطنية، ونتمنى جميع الشباب الموريتاني كافة أينما كان في التراب الوطني نتمنى لهم مزيدا في التشجيع، ونتمنى رياضة موريتانيا تتقدم إلى الأمام. وفي تصريح خاص به قناة الموريتانية، قال المندوب الجهوي للشباب والرياضة على مستوى ولاية ترارزة السيد كياه المحمد الأمين إن المندوبية الجهوية بولاية ترارزة وضعت برنامجا طموحا لترقية الأنشطة الشبابية والرياضية على مستوى هذه الولاية، سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج ابتداء من الأشهر الأولى للسنة المقبلة. بدنا فهم تحضير جمعيات شبابية على مستوى الولاية بصفة عامة، مدينة روسا بصفة خاصة، وتم عقد قدر من اللقاءات بين مجموعة من الجمعيات الشبابية بإطار تنظيم وتنسيق بين الجمعيات الشبابية ومكتب شبكة المقاطعية على مستوى روسا، وفم جهود الحمد لله متقدمة الحمد لله على هذا المستوى. بما يخص مجال الرياضة، على كل حال مدينة روسا العامة عندها جبرت مشكلة شوي ذاك التقاعس اللي خلق على مستوى فريق قمل، واللي للأسف ما قد يشارك في بطولة الدرجة الأولى، وعلى ذاك الأساس خلق فيهم قدر من التعبية. هاي الأمور إن شاء الله ما تتكرر، هم عقدوا عدد من اللقاءات مع قدر من الفاعلين في المجال، وقلنا إن شاء الله بوضع استراتيجية إن شاء الله دور تجبال النور إن شاء الله السنة الجاية، وقدر من الشركاء معنا في المجال بما فيها تحسين الفرق اللي ان شاء الله كامله تعود تشارك في الدرجه الاولى،
وإنشاء مدارس كرة القدم على مستوى مقاطعة روسو، وتنظيم دوريات ملي على مستوى التعليم، مدارس بصفة عامة وثانوية والإعدادية بصفة خاصة. ذاك إن شاء الله بالتعاون مع مندوب مدير الجهوي للتعليم قدم ياك البرنامج إن شاء الله، وبرنامج العمل ودور إن شاء الله يجبر المعروف للشهور القادمة إن شاء الله. نهاية أقبان الرياضية لهذا المساء، وبنهايتها نعيد النشرة سيرتها الأولى، وذلك بعد الفاصل بالعودة إلى الزميل محمد بلال.